العين تقدم. مثلي ومثلك في القرآن. إعداد وتقديم الدكتورة سناء عابد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع مثلي ومثلك في القرآن الكريم. إنها قصة المجادلة. يقول الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. إنها قصة خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت. كانت تصلي ودعاها زوجها فلم ترد عليه، فقال: أنت علي كظهر أمي. انتهت من صلاتها وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه، لأنها تعلم أن الإسلام لا يرضى بهذا الظلم وهو الظهار. ذهبت وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها، وكانت حجرتها صغيرة، فكانت السيدة عائشة في الحجرة، وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: سبحان سامع الصوت وسابق الفوت ومحيي العظام بعد الموت، لقد كنت في نفس الحجرة ووالله لم أسمع لخولة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. سبحان الله. المسألة هنا تحتاج إلى وقفة منا. إذن السيدة خولة عندما دخلت عند السيدة عائشة لم تحدث السيدة عائشة، ما راحت أخذت فرصة لتتحدث عن زوجها أمام السيدة عائشة، وإنما ذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسألة كانت بالنسبة لها فتوى وليست فضفضة وليست مجرد حكايات عن زوجها. ما ذهبت لتشكو همها إلى البشر، حتى الله سبحانه وتعالى في الآية يقول: وتشتكي إلى الله. إذن المسألة كانت شكوى إلى الله، وكانت استفتاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت حريصة على أن تسر بسر زوجها في أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترفع صوتها، فلم تسمعها السيدة عائشة وهي في نفس الحجرة. أنا أرجع بس لهذه الآية لأحدث أخواتي الزوجات الفاضلات الكريمات. أخواتي، الله يسمعك، الله يراك، الله سبحانه وتعالى معاك، الله ينصرك، الله يؤيدك. خلي شكواك لله عز وجل، خلي كلامك مع ربك سبحانه وتعالى، لا تنشري سر زوجك، لا تحكي لغيرك عن أمورك. إذا احتجتي أحد فاحتاج الشخص اللي يستطيع يساعدك. هي ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو اللي يستطيع يساعدها. لا تروح لأمك والأبوك وتغري صدورهم تجاه زوجك، وإنما أنت حكي ربنا سبحانه وتعالى وهو أعلم بك، ولكن نجواك له وبثك لهمك لله عز وجل هو الذي يفرج همك. أنا أوصي كل زوجة أن تقوم في الليل فتصلي ركعتين وتسجد في سجودها وتتضرع إلى الله عز وجل أن يصلح زوجها، أن يهدي قلبه، أن تستقيم أمورها، تطلب من الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يسمع صوتك، وفي غيرها من الآيات السيدة خولة كبرت وبلغت من السن سنا كبيرا، وكان عمر رضي الله عنه يمشي في الطريق فوجدها فنزل عن حماره واقترب منها، فلما عاتبه من معه قال: أتسمع لامرأة عجوز يا عمر؟ قال: كيف لا أسمع لها وقد سمع الله لها من فوق سبع سماوات. الله يسمعك. والرجال، أنا أقول أرجوكم اسمعوا للنساء كما سمع الله لها، فذلك يحل كثير من المشاكل. مع تحيات العين العالمية، زورونا على العين.com.